الترامسو. عجينه غير عجينه التارت خالص، هنشوف هتنزل مقاديرنا على الشاشه. طبعا انا عامله منه نسخه قبل الهواء اهو مسوياه عشان لازم يكون بارد قبل ما احط عليه خليط المهلبيه الخفيف اللي احنا هنعمله ده. طب ايه اللي انت بتعمليه ده يا نونا؟ انا حطيت حليب وسكر مع بعض ودوبتهم على البارد، وبعد كده المقادير اللي هتنزل معانا على الشاشه اهي، معانا الدقيق بدوبه برضو على البارد عشان ارفعهم على النار علشان اكسب وقت. مقاديري بتقول ايه لعمل الكيك؟ معايا بيضايه، نص كوبايه سكر، نص كوبايه حليب، نص كوبايه زيت سندباد، معلقتين صغيرين بيكنج باودر، معلقه صغيره فانيليا، معلقتين كبار كاكاو خام ده للوش، ومعايا كوبايه دقيق. ده مقدار الكيك بتاعنا، ده مقدار الكيك بتاعنا. خلطنا كل المكونات مع بعضها، حطينا السكر مع البيض الاول خلطناه مع بعضه، وبعد كده رحنا نازلين عليه بالحليب والزيت زي ما بنعمل اي كيكه عاديه، وبعد كده رحنا حاطين الدقيق في الاخر. بقى عندنا خليط الكيك. هنسلق ايه الكيك بايه؟ كل اللي انا محتاجاه 3 ارباع كوبايه ميه دافيه وجواها معلقه قهوه سريعه الذوبان، هنحطهم على بعض وندوبهم ونبدا نسقي بيه الكيك بعد ما بيبرد شويه. طيب الخليط بقى بتاع المهلبيه الخفيف اللي احنا التقيل اللي احنا هنعمل بيه نغلف بيه الطبقه بتاعه التيراميسو قبل ما نحط عليه رشه الكاكاو من على الوش، عباره عن ايه؟ اصفر بيضه، نص كوبايه سكر، معلقتين كبار من الدقيق، معلقتين كوبايتين ونص حليب، معلقتين كبار لبنه. اللبنه ديت علشان من لو هنبقى عندنا شك ان احنا هنجيبها منين او هنعملها ازاي، هاتي كوبايتين زبادي من بالليل حطيهم في مصفى وغطيهم بحاجه وحطيهم في الثلاجه، هتقومي الصبح تلاقيهم لبنه. اللي انت بتقوليه ده هو ده فعلا صح؟ اه والله العظيم صح. هاتي كوبايتين زبادي حطيهم في مصفى، حطيهم في الثلاجه من بالليل للصبح، هتقومي المصفى اللي هي السلك دي هتقومي الصبح تلاقيهم لبنه. مش شرط ان انت تجيبي لبنه غاليه، ما كانت عباره عن كوبايتين ونص حليب مع نص كوبايه السكر مع معلقتين كبار من الدقيق. دوبت الاول على البارد وبعد كده رفعت على النار علشان يتقل معايا بالشكل ده. طيب تمام، هقلبه كل شويه ونيجي دلوقتي نحط معلقتين القهوه سريعه الذوبان على 3 ارباع كوبايه ميه، وهقلبهم كده كويس قوي مع بعض، وابدا اسقي بيه الكيك بتاعنا اللي احنا عملناه بالشكل ده. تسقيه بسيطه بس كده، سقسقه خفيفه قبل ما نحط المهلبيه علشان يبقى طعمه في منتهى الجمال معانا بالشكل ده كده. مش هنكتر عن كده بس خلاص. وعندي مهلبيه على النار ايديا فيها علشان ما تتلسعش من الارضيه بتاعتها. طيب في صفار بيضايه وفي اللبنه يا نونا اللي انت عاملاها، ماشي انا عارفه ان دول بقى هنحطهم امتى؟ بعد ما نشيل المهلبيه وتوصل للقوام اللي احنا عايزينه ونرفعها من على النار، هنروح منزلين اللبنه وصفار البيض مع الفانيليا ونروح مقلبينهم كويس قوي بسرعه بسرعه علشان صفار البيض ما يستويش معانا. بصوا المهلبيه بتاعتنا بدات ان هي تتقل اهي عشان توصل للقوام اللي احنا عايزينه بالشكل ده كده. طيب ده كده بالنسبه لتيراميسو تارت التيراميسو. بصوا كده بدات اهي تتقل معايا، انا عايزاها تبقى اتقل من كده بالشكل ده كده اهو. في اللحظه دي راح منزله اللبنه. طب انا ما عنديش لبنه نونه، هل ينفع ان انا استغنى عنها؟ اه ينفع تستغني عنها، مفيش اي مشكله، بس احنا بنقول اللبنه بتدينا طعم مميز شويه. بصوا كده حطينا المهلبيه بتاعتنا ونبدا بمصفى صغننه كده ونبدا ان احنا نرش الكاكاو بتاعنا ونسيبه يبرد خالص او نحطه في الثلاجه حوالي ساعه او ساعتين كده عشان المهلبيه بتاعتنا تبقى ماسكه نفسها، ونبدا ان احنا بنقطعه ونقدمه بصحتين وعافيه على قلبك يا رب مع كوبايه نسكافيه جميله كده ولا كوبايه شاي بحليب وتعدل المزاج بالشكل ده كده. نغطي طبقه المهلبيه خالص بالشكل ده، ولما بتمسك بقى وبتتقطع بتبقى شكلها في منتهى الجمال. بس خلاص كده. طيب كده عملنا التيراميسو. تعالوا انا قلت لكم الخليط بتاع الكيك هيتعمل ازاي، ان احنا بنضرب البيض مع السكر كويس جدا، بننزل بالفانيليا وبعد كده بننزل بالحليب والزيت نضربهم مع بعض زي ما بنعمل اي كيكه عاديه، وبعد كده بننزل بالدقيق مع البيكنج باودر ونقلبهم مع بعض. الخليط معانا بقى كويس قوي. نمسك قالب التارت او اي صينيه عندك انت عايزاها، بس يكون ليها قاعده او ليها حرف عشان لما نقلبها يبقى فيه مسافه للمهلبيه بتاعتنا واحنا بنحطها، وبعد كده بنسيبها تبرد خالص. بعد ما بتبرد بنبدا ان احنا نسقيها بالميه والنسكافيه، او لو عايزه حليب ونسكافيه قهوه سريعه الذوبان،
وبنسقيها بيها، ونكون عملنا المهلبيه ونحطها عليها، ونحط عليها الكاكاو ونحطها في الثلاجه حوالي ساعه او ساعتين، وبنبدا ان احنا نقطعها. بتبدا بس طبقه المهلبيه تمسك كده، بيبقى عندك طبقات، طبقه التارت من تحت بني، وبعدين طبقه المهلبيه بيضه، وبعدين طبقه الكاكاو من فوق بني، بيبقى شكلها في منتهى الجمال.